قاد عائلتي 35 يدفنون نظام صدام حسين من 1988، وهسه ما ادري وين هاي الجثث، هاي عائلتي بالصماوه بالرمادي باي مكان بالعراق، ابالي هاي المقابر الجماعيه وهاي جماعتي وهاي عائلتي. و 32 بالقريتي هم يدفنون، هم اصدقائي هم رفاقي وهم احبابي. استاذ، انسان عندما يفقد شخصا عزيزا يموت بين يعني بمرور الزمن ينسى، او استطيع ان اقول يهدأ والله يعطيه الصبر، والنسيان نعمه من نعم، لكن الانفال او المؤنفلين لم نرى موتهم ولم نرى ضرائحهم او قبورهم، يعني اهالي الضحايا لحد الان لم غير مقتنعين بأن أعزائهم ماتوا أو دفنوا لأن لم يروا شيئا. وأستطيع أن أقول ما يقارب من 40 سنة صارت عمليات الأنفال، وأكو قصص جدا مؤلمة، الأم لحد الآن تنتظر عودة أبنائها، الخطيبة كانت مخطوبة تتزوج تنتظر عودة خطيبها وتمنع أن تتزوج أخرى، يعني هناك كثير من القصص. واحد من عائلتي مؤنفلين، لدي أب أماتي أخواتي وأخواني في بادي شيخ مقبر الجماعية، وأنا واجه بإدابة الشيخ شيم مقدس مبروك إلي، وهذا الصحراء وهذا المقبرة الجماعية. نحن اعتراضنا على الحكومة العراقية اللي ما بعد 20 سنة سقوط النظام لا يطلب اعتذار من أبناء الشعب المؤنفلين ولا تعويض مضررين ولا رفعة الرفات إلى مقابر جماعية إلى ديارية لا فحص دي. أنا أواجه سؤالي عالم الإسلامية وحقوق الإنسان وعالم الإنسانية، هذا العملية الإجرامية قامت بزد أبناء الشعب الكردية وقومتنا الكردية، أين السبب؟ كنا قوم الكردية وعايشين أخوة في العراق العظيم وبلدنا. إحنا أنا أواجه سؤالي على عالم الإعلامية وعالم الإنسانية، هذا العمل وعمل الإنسانية. وهذا البادي الشيخ إذا تسأل وتسأل كل أفراد العائلة الألم كثير، وهذا المقبرة كانت صارت قصورنا، المقبرة صارت شيء مقدس من عندنا، صار شيء مبروك من عندنا، ليس لدينا مكان ما عدا هذا المقبرة. كم جاءك أنفال؟ من بدأت عمليات الأنفال أخذوا قلعة ميدان، بعدين راحوا منطقة طوبزاوة، بعدين من طوبزاوة جابوهم إلى نقرة سلمان، وسكن هنا بقوا أكثر من 6 شهور و 18 يوم. ويا شش ما أقول؟ خزانة كذا شو؟ يعني قبل راح خشكو هنا؟ أم شو أنا شيني؟ شش ما هو هجدر وش كمل ليلة بالمعمية كم بعدين كم؟ يا رجع خلكي دي بيرمونية حاجة الكريم مشهورة. عائلتهم كل مؤنفلين، هو الوحيد الناجي من عائلته، خواته وأخوته والده كلهم.